نحب نشكر ناس الجزائر بزاف على الخدمات الطيبة وكذا. وإحنا طبعا مقيمين في فندق الرايس، الخدمات في فندق الرايس يعني 7 نجوم بإذن الله. الطاقم جدا جدا متعاون، غير اطلب منه انت اللي تبيه، هو مستحيل مستحيل يقصر معك يعني بأي شيء. وهنا طبعا الدولة الجزائرية موفرتنا أطباء يتابعوا فينا في كل يوم، ونحب نطمن أهلي وناسي أن الوضع ممتاز، ما حسيتش روحي لا براني ولا شيء. بالعكس الإخوة الجزائرية يعاملوا فيا كأني مثلهم، ما فيش فرق. ونحب نشكرهم كلهم الحق، يعني ما حسيتش روحي براني بالهلبة. الان نحن شباب نمور تاني مثل ما تشوفوا، نحن الان جاي من ووهان لحد العاصمة الجزائر، الان في فندق الرئيس، المعاملة حلوة والحمد لله، ونحن بخير وعلى خير الحمد لله. نشكر الجميع على المساعدة، والان نلعب الكرة من دون مشاكل مثل ما تشوفوا، يعني الاحوال جيدة الحمد لله. شكرا للجميع.